بدايتي كانت جدا بسيطة. بدأت لما كان عمري تقريبا ما أعرف 9 أو 10 سنوات. أفتكر كنت يوم في بيت عمي فقال لي ممدوح تعال بوريك حاجة، فأخذ قرش نقود معدنية وأخذها في يده كده وما أعرف عمل حركة سريعة والقرش لما فتح يده القرش اختفى وأتجننت. كنت ما نمت الليل وقعدت أكلم عمي كل يوم أقول له لو سمحت علمني كيف عملت هذا. أيضا كان طبع فيها وأنا صغير، يمكن إلى الآن كنت طفل خجول نوعا ما، فهذا لما تعلمت الخدعة البصرية وجدت إنه الخدعة البصرية كانت عامل من عوامل لجلب الأصدقاء وحب الناس، وهذا كانت بدايتي. وقلت أكيد إنه هنا في شيء لازم أنا أطوره. أنا أحمد مكي، بروفيشنال ام ام اي فايتر، ألعب احترافي. طبعاً كل ما يكون عندي مباراة ويكون فيه تحضير عندي الفايت أبدأ تحضير تقريباً قبل المباراة بشهر أو بشهرين أو بثلاثة شهور. يكون التحضير من كذا ناحية، تحضير فني، وزن ولياقة. أضطر أن أرفع فيه لياقتي، أنزل فيه للوزن المحدد اللي حلعب عليه، وفني أدرس خصمي وأدرس نقاط القوة ونقاط الضعف عنده عشان أستغلها تكون في صالح. بعد كده يبدأ التحضير يومياً، ممكن أتمرن 3-4 ساعات في اليوم، ممكن أتمرن على فترتين يومياً، ممكن أكتر كمان على حسب احتياجي. في فترات تكون من التمرين لياقية، في فترات فنية، في فترات تكون أرفع فيها قوتي. إيش اللي أنا الخطة اللي ممكن أستخدمها عشان أسيطر عليه، عشان أطلع من المباراة دي فايز. أتمرن من جميع النواحي لأنه أنا محتاج الشيء هذا. الفايت مو بس فايت إن أنا قاتل خصمي، لا، أنا بقاتل نفسي أول شيء. يمكن الألم الجسدي فترة ويروح، لكن الألم النفسي صعب إنه يروح في بعض الأوقات. اكتشفت إنه البترول مدرسة فيها ميول اجتماعية، ميول سياسية، قصص فساد، قصص نمو وطموح، تواريخ دول. فكيف من ممكن الواحد يحكي هذه القصة؟ فدخلنا في موضوع الفن، ومن الفن جات فكرة الأزياء، بما إنه ممكن الواحد يعملها تجارة، يعمل منها تيشرتات، يعمل منها اللي هو أعمال فنية. فبدأت الفكرة إنه نبغى شيء يرمز للوطن. بدأنا نفكر في الجمل، بدأنا نفكر في دلة القهوة، بس قلت إنه البرميل اللي هو الصغير فيه يعني تاريخ كامل وقصص لم تحكي. فبدأت أول بارن كشركة تعكس الهوية السعودية عن طريق الملابس والأزياء، في نفس الوقت نحاول نعمل توعية عن المجال البترولي. عمري 19 سنة، عندي هوس إني بس أقعد ألعب كرة السلة. ففي يوم كنت عمري 12 سنة رحت لماما قلت لها أنا بلعب باسكت، فودتني أشترك مع جدة يونايتد، فهي مرة انبسطت وكمان شجعتني أكثر وصارت فخورة أكثر إن عندها بنتين صاروا يحبوا كرة السلة. أنا أحب أكثر من شيء واحد، أحب الموسيقى وأحب الجيتار والبيانو والغنى، بس ما في شيء يتقارن بالباسكتبول. الباسكتبول غير لصحتك، غير كذا في حركة، يعني تقدري تركزي، يخليك تركزي مو في المذاكرة، تقدري تركزي أكثر، تصيري يكون عندك طاقة أكثر من الناس العادية اللي ما يلعبوا رياضة فيها. فخورة أكثر إنه بنمثل اسم السعودية.